إله واحد. آمين. مرة جديدة مساء الخير، يعطيكم العافية والله يقويكم إن شاء الله. صلاة مقبولة للجميع. أحبائي الليلة رح نجرب نختم مسيرتنا كما قلنا في هذه المسيرة لملاقاة وجه الرحمة يسوع المسيح، من بعد ما سمحنا له للرب يكتشف ما فينا أو يعطينا أن نكتشف ما فينا وأنه نتغير بحسب رغبة قلبه لإلنا. شفنا أنه المفتاح الأساسي والجوهري لتغييرنا على الصعيد الشخصي امبارح هو أن نتغير في الصلاة. اليوم كنت تسمحوا لي أخذ معكم مجموعة نقاط رح تشكل مدعاة للتغيير على صعيد الجماعة. أنا والجماعة نتغير معا لنتقدس معا. كلكم أكيدا سمعانين بمقولة القديس أبونا نعم طلة، الشاطر يخلص نفسه. هيدي كتير مزبوطة، بس اللي بيخلص نفسه أكيدا بيكون عم بيخلص كل الأشخاص يلي حواليه. لهيك الليلة رح ناخد أربع نقاط أو أربع محاور نشتغل عليهم سريعا ونجرب نشوف سوا كيف ممكن أنا وخيي يلي حدي يكون عم نتقدس. ولما يكون التغيير على صعيد الجماعة يا أحبائي، هذا التغيير قد يطال يمكن شخصين عم بيجربوا يبنوا حياتهم مع بعضهم البعض، أو لما بتكبر شوي يعني بيصير في زواج وبيصير في عائلة، أو أكثر لما منفوت إلى رعية، أو أكثر لما منفوت إلى وطن بأسره. كل التغيير في الجماعات يحتاج لها الأربع عناصر يلي الليلة رح نضوي عليها، وبتمنى ما تكون كتير تقيلة على ما سمع. أول عنصر رح نحكي عنه هو المسؤولية أو القدوة. المسؤولية أو القدوة. يقول يسوع المسيح: من أجلهم أقدس ذاتي ليكونوا هم أيضا مقدسين بالحق. يعني يا أحبائي، الأشخاص اللي عم نشتغل نحن وياهم، أو الأشخاص اللي عم نعيش نحن وياهم، الأم في البيت، البي في أسرته أو في عمله، أنا أبونا في خدمتي، الراهب بحياته المكرسة، كل واحد منا حيث ما هو مزروع يجب أن ينطلق من فكرة أنه هو مسؤول، هو قدوة. وكما أن يسوع المسيح قدم نفسه لأجلهم أقدس ذاتي، عم بيقول يسوع المسيح، ليكونوا هم أيضا مقدسين بالحق. طيب إذا هو القدوس عم يشتغل بعد على ذاته أكثر ليقدس ذاته أكثر حتى الآخرين يتقدسوا. في قلب الجماعة الوحدة المنطلق الأساسي هو أني بلش ركز أنه أنا بدي كون أو أشعر بالمسؤولية الملقاة عليه. ما بيقدر ولا واحد يقول المجتمع بيتغير بدون ما أكون أنا مسؤول. أنا معني، وعم برجع أقول البيت، الرعية، الكنيسة كلها، الوطن كله ما بيتغير غير لكل واحد يقول عن حاله أنا مسؤول. وخصوصا لما بدي أجي أخذ المهمة الكبيرة يلي ألقاها يسوع المسيح علينا وقالنا أنتم نور العالم، أنتم ملح الأرض، أنتم كالخمير في العجين. بطل فيني أقول أنا كمسيحي إيه والله بنام ضميري مرتاح ما أنا اشتخرب الدنيا كلها، لا، أنا مسؤول والرب منتظر مني أن أؤدي واجب أو عفوا أؤدي حساب على هذه المسؤولية يلي أعطاني إياها. أنت مسؤول، أنت قدوة للمجتمعات مهما كانت صغيرة أو كبيرة.
عن النظام. فإذا قلنا أول شيء المسؤولية أو القدوة، تاني نقطة كتير مهمة النظام. إلهنا يقول الكتاب المقدس هو إله نظام وليس إله تشويش. يكفي يا أحبائي نطلع بحالنا بجسمنا كيف ربنا مكوننا، مجموعة أنظمة تعمل بدقة رهيبة. في عنا الجهاز الهضمي، في عنا الجهاز التنفسي، في عنا الجهاز التناسلي، كله أجهزة. إذا بننتزع جزء صغير منا يخرب يمكن كل حياتنا ويسبب لنا الوفاة لا سمح الله. الفرق بالمجتمعات اللي منسميها متقدمة منسميها نامية هو إنه هيدي مجتمعات فيها نظام وهيدي مجتمعات ما فيها نظام. يا أحبائي التغيير في حياة الجماعة يحتاج إلى نظام، يتطلب نظام، لا بل بدي أقول يفرض علينا النظام. بالبيت الواحد ما بيقوم البيت، ما بيثبت على الصخر إذا ما فيه نظام. إذا في رصين بالبيت ما بيمشي الحال. إذا في جماعة، إذا مؤسسين جو كل واحد بده يعمل هو رئيس الجو، ما بيطلع الترميم حلو. في رئيس واحد للجو هو بيعطي النغمة والكل بينحب. بأي جماعة عم نحكي عنها النظام هو الذي يؤلف هذا التآلف بين الأشخاص أو يشكل هذا الاندماج بين الأشخاص. كل إنسان بيعرف حقوقه، بيعرف واجباته. يسوع المسيح لما كسر الخبزات استعمل النظام مع التلاميذ، قال لهم أعدوهم مجموعات 50-50 وزعوهم بهذه الطريقة. لما منقول النظام في البيت مثلا أو في المجتمع بالأخوية بالكشاف، شو ما كنا عم نعمل، قلت بدون نظام ما فينا نروح لبعيد وحياتنا ما بتعطي نتيجة. لهيك بدي أقول النظام في عنده 5 صفات أساسية ومهم، وبدونهم رح نضلنا حاسين انه قد ما نشتغل ما عم نأدي نتيجة او ما في تغيير في قلب الجميع. النظام هو مدعاة للوحدة، مدعاة للوحدة. هلا ما تاخذوا كثير، يعني كنت بودي اقول لكم بس ما بحب السياسة، بس بودي اقول لكم انه خذوا لبنان لانه ما في نظام. كل اللي رح نحكي عنهم بتلاقوهم بكثير من البساطة موجودين، موجود عكسه. النظام مدعاة للوحدة. 2، النظام هو سبب عثرة اذا مش موجود. كل واحد بيصير ايده لإله، بيغرف وبياخد شو ما بده، ما حدا بيقدر يحاسبه. ما في نظام يقول له لا هون بتوقف، هون تنتهي حريتك حتى تبلش حرية الإنسان الآخر. مثلا بالنظام كل واحد بيحلل، عفوا بعدم النظام كل واحد بيحلل لنفسه كل شيء. عدم وجود النظام يسبب أيضا التراخي. هون لازم كل واحد منا يعمل فحص ضمير عميق جدا ويقول الأجيال اللي عم تجي كيف عم تجي. كل ما عم بيقل النظام أكثر كل ما عم نحس إنه في تراخي على كل المستويات الأخلاقية، الإنسانية، العلمية، كل شيء عم نحس إنه فيه تدني. ليه؟ لأنه ما في نظام. حتى نعطي
أعطي نتائج على أكثر من صعيد يا أحبائي. نحن محتاجين إلى النظام. أربعة، النظام يقلل المشاكل، وما في نظام يزيد عندنا المشاكل، لأنه عم نرجع نقول نصير كل واحد بده يحاسب الثاني من منطلق هو شو بده، هو رغبته الشخصية، هو نظرته للأمور، وبالتالي ما في نظام موحد. حتى أختم النظام نقول لما في نظام في وقت تسأل الواحد ليش مش عم نشوفك، ما في وقت مين شغل مش عم تلحق، هو في وقت بس للأسف ما في نظام تنقدر نكسب هالوقت. فإذا قلنا حتى نغير مجتمعاتنا، بارح قلنا أنا تأتغير في عندي صلاة، اليوم حتى تغير من جميع أو أنا أتغير بدي قبل كل شيء مسؤولية أو قدوة، وبدي نظام. ثالث موضوع، ثالث محور نحن ننطلق لإله ونحس أنه هو مفتاح تغيير في الجماعة، وهوني أحبلش أكثر وأكثر أقرب ليسوع المسيح، هو الحوار. الحوار يا أحبائي، حوار مع الله تعالى شفنا امبارح الذي سميناه الصلاة، هو مدعاة تغييري على الصعيد الشخصي. أنا في صلة مع الله تعالى، هذه هي الصلاة، أنا في صلة مع الله، أنا في حوار دائم مع الله. وتذكروا شو قلنا امبارح، أما أنا شو؟ حدا حافظ الكلمة؟ أما أنا فصلاة. امبارح قلنا المسيحي الحقيقي يوصل لوقت يقول أما أنا فصلاة. شو ما يصير، كل الضغوطات اللي بتجي علي، كل المصاعب، أما أنا فصلاة، يعني أنا في حوار دائم مع الله. هيك بغير حالي. طيب كيف بغير الجميع اللي أنا عايش فيها، وكيف بدعيها لأن تتغير إلى وجه الرحمة؟ أيضا من خلال الحوار، بس الحوار بيني وبين الأشخاص التانيين. حبيت أعطيكم بعض الصفات عن هذا الحوار. الحوار يحتاج إلى تفاعل. الحوار يحتاج إلى تفاعل، يعني الشخص الآخر المقابلي اسمعه مظبوط، واتفاعل أنا وياه، اتفاعل أنا ومشاكله، أن أتبادل أنا وياه الهموم والهواجس. كم مرة نعرف أنه في أشخاص حوالينا يمكن عم يجوا يقعدوا حدنا على نفس المقعد بالكنيسة وعندهم مشاكلهم يتخبطوا فيها وهمومهم، ونحن يمكن ولا مرة منبادر نقول أنه بدي أفتح حوار بيني وبينهم. كم مرة شوف يمكن زوجتي بالبيت رغم كل التعب اللي بتتعب لما بيجي عشيتي مش قادر أفتح أنا وياها حوار. أولادي يمكن عم بيعانوا صعوبة بحي الله شيء بحياتهم، أنا معتبر حالي عم بعمل واجباتي، إنه يابا جبنا لهم المصاري، رحنا اشتغلنا، هدوا صرفوا هوا المصريات صرفوا. لا، الحوار يحتاج إلى تفاعل، يحتاج إلى وقت، يحتاج إلى اهتمام، إن الآخر يحس إنه أنا مهتم فيه. لبل أكثر إذا بدكم يا أحبائي، يحتاج إلى استماع، إلى إصغاء. يقول بولس الرسول ليكن كل إنسان مسرعا إلى الاستماع، مبطئا في التكلم. بدي خبركم خبرية، في ولد صغير نطر بيه عشية تيجي على البيت، بس رجع قال له بابا بابا بدي منك 10 دولار. قال له ليش بدك 10 دولار؟ قال له عايزها هالبيت، شيل 10 دولار وعطاها اياها. واخذها الولد وراح بسرعه على اوضه النوم. البي استغرب انه مش لازم هالولد ما يكون معه مصروف، ليش عم يطلب مني مصاري؟ لحقه لقيه مخبي راسه تحت المخده، شو بتسموها الركايه، وعم بيعد المصريات. قال له جورج شو عم تعمل؟
قال له عم شوف اذا صاروا 20 دولار. قال له يا بابا ليش بدك 20 دولار؟ قال له يا بابا لانه سالت الماما قالت لي انه انت بتاخذ على سعر التعليم الخاص 20 دولار، جمعت 20 دولار تعطيك اياهم تتقضي معي سعر. جمعت 20 دولار تعطيك اياهم تتقضي معي سعر. يا أحبائي قد نكون الأشخاص اللي عم نعيش معهم أكثر ما يحتاجون إليه هو وجودي، هو حواري معهم. وأنا وعم حمرهم بعد في شيء كتير مهم إني يكون مقدرهم، كون مقدر الشخص الآخر، مش إنه أنا حاكم عليه مسبقاً. هيدا شخص ما بيتغير، هيدا شخص مش ممكن يتبدل، هيدا شخص إذا بحكي 1000 مرة ما بيسمع. لا، ما بدي حط الأشخاص بقلب إطار امنعهم إنه يخرجوا منه. بالعكس، بدي أقدر ما فيهم من مواهب، وإنه كل لحظة قادرين يتغير. مرات أنا اللي بكون غلطان كتير بالحكم المسبق اللي بحطه على الناس، وكون محاكم من خلال معرفتي، من خلال رغباتي، من خلال نظرتي الشخصية، وبلاقي بعدين إنه الرب قادر يكتشف أو يسمح لي لإني اكتشف الغنى الكبير يلي موجود فيهم. بيخبروا عن صبيتي، رح أختم هون الحوار بالنسبة للحب. بيخبروا عن صبية كانت منتظرة الطيارة لحتى تسافر. قامت راحت تبرم ندفي بالديوتي فري، اشترت علبة بسكويت وتفكرت شوي، اجت ناطرة تيسير الوقت. طبعا فتحت الكتاب وبلشت تقرا، بتلاقي في شاب اجا قاعد حدا. هي ما عملته اهتمام لأنها ملتهية بالقراءة. بعدين تلمح بطرف عينها أن المسيور عم يأكل بسكويت، مد إيده على هالطاولة اللي بينه وبينه وبلش يأكل بسكويت. صارت تغلي هيدي من جوا، معقول شو قليل الذوق هذا؟ أنه على القليل يستأذني، بده يأكل من علبة البسكويت تبعي بس أنه يستأذني. مدت هي إيده وأكلت حبة. بعدين صاحبنا رجع مد ايده مره تاني واكل حبه تاني. صارت تغلي اكثر من جوا، انه مش معقول هالقد، يعني انه ولو الناس بتقول باردون بتقول معلش اسمحي لي، كفى. هو ياكل وهي تاكل، اخر شيء بقي حبه بسكويت وحده. تتفاجئ لما بيكسرها بيقول لها تفضلي. قالت له لا، حبيت هون وبس. قد ما اغتاظت من جوا قامت بدها تغير محلها وتفل، بس فتحت الشنطه بتضب كتاب، تتفاجئ بتلاقي علبة البسكويت تبعها بعدها بقلب الجزلين وهي عم تاكل. يا أحبائي، الحكم المسبق ما بيخلينا نفوت بحوار حقيقي وبناء مع الناس. وكل شيء بعدني مش عم بعمل حوار مع الأشخاص، لا أنا بتغير ولا هن بيتغير. ومرات بدكم تسمحوا لي فيها الحوار، ما بده يكون كله على ذوقي، ناس تطبطب لي على مسامعي، ياي ابونا شو منيح، ياي ابونا بجنن ما في مثله، ياي هالاستاذ شو بيعلم مظبوط، ياي هالفلان شو بيخدم صح. ابدا. يقول صاحب الكتاب: فليؤدبني الصديق انما ذلك رحمه، وليقرعني انما ذلك دهن لا يأباه رأسي. هيدا كله من اجل بنائي، من اجل تغييري، من اجل ان اكون انا افضل وفي مراحل متقدمه اكثر. اما النقطه الاخيره واللي رح اختم معها، ان كان رياضتنا وان كان حديثنا لليله، واللي هي جوهر ما جاء المسيح يعلمنا اياه، هو الحب. ما في إنسان بيتغير بلا الحب، ما في عائلة بتتجدد بلا الحب، ما في رعية بتنشط بلا الحب، ما في مجتمعات بتقوم وتستوي ما
بدون الحب. الحب يا أحبائي هو مثل ما سميته بالمحاضرة الأولى طاقة تغيير ما بنقدر نفهمها إلا إذا عشنا، إلا إذا اختبرناها وسمحنا الآخرين يختبروها من خلالنا ومعنا. ورح أحكي عن ثلاث مستويات عن الحب. في مستوى أول منعيشه على صعيد الكلام، بقول لك كلام حب، سامعك كلام حب، بقول لك شكرا، بقول لك ممنونك، بقول لك يعطيك العافية، كلام بيساعدنا حتى نعبر للآخرين عن الحب، ولكن بيتركنا على المستوى الأول على الدرجة الأولى، بس فعال ومحتاجين نستعمله لأنه بيغير. بيخبروا عن مدام زوجت واجت تعيش مع أهل جوزها بالبيت، وطبعا هذه يمكن ما حدا منكم بيختبرها، المشاكل بين الحما والكلمة، كل يوم نقار وصريخ وتكسير، وهي تعيط عليها وهي تغضب، وابنها واقع معتر بين شقفين، وينه مرته وينه امه. عصبت كثير هيدي المره وراحت لعند البنيه تبع الاعشاب يلي موجود عندهم بالبلد، قالت له بدك تعطيني عشبه مسممه مميته خليني اشربها اياها وارتاح. قال لها يا عمي بكي شيء انت؟ بكي شيء؟ ما كل العالم بتعرف انك انت وياها كثير على عداوه، اذا شربتيها سم وموتيها رح يضلهم يقولوا دغري انت، ما مش رح يتهموا حدا غيري. قالت له طب شو بتنصحني اعمل؟ قال لها ليك انا رح اعطيكي عشبي عندها نفس المفعول بس بدها وقت طويل، يعني بدل ما تروحيها بليلتين بتروحي اشتغلي معك او شهر شهرين، بس بتكوني انت بهالوقت خدمتيها وحبيتيها وغيرتي تصرفك معها. هيك الناس بتقول، فاذا مش انت ما حدا بيتهمك انه معقول تكوني انت السبب. اخذت هالعشبه وراحت وصارت كل ليله تغني لها من هالعشبه وتتغير معها بالتصرفات، ويا حبيبتي ويا حياتي، وتخدمها وتحبها وتقول لك يلا قريب الفرج، بعد في جمعة، بعد في جمعتين، إلى أن هونيك نهار تركض بتروح لعند هالبنية العشية بتقول له دخيلك في شي عشبي، توقف مفعول هيديكي لأني حبيتها وتعلقت فيها. بيضحك المسيو بيقول لك أنا كل شي عملته أني عطيتك شوية زهورات بس علمتك إنه إذا بتحبي بتعطي حياة. يا أحبائي مرات إني بلش أقول للآخر كلام حلو هو مفتاح عيش أنا وياه مرحلة الحب، ولكن مع الرب يسوع فينا ننتقل لمرحلة أعلى، هي إنه نقبل نتشارك. بيقول بولس الرسول من يضعف ولا أضعف أنا، من يضعف ولا أضعف أنا، من يعثر ولا أهلك أنا. بحياتنا بالجماعة نقدر نتشارك همومنا مشاكلنا هواجسنا. مرات كتير لما بتقول للأشخاص تعالوا نتشارك يقول لك أبونا الحالي دائرة المصريات مش كتار ما فيني نتشارك، والحال المشاركة منا من المصر. إنك تبتسم لخيك هو مشارك، هو إنك تقبل تهتم فيه هو مشارك، هو إنك تقبل تكون حده تتواجد بفرحه تحزن بحزنه كله مشارك، تماما كما يقول بولس الرسول افرحوا مع الفرحين وابكوا مع الباكين. يا أحبائي انك تشعر شو عم يشعر خيك الانسان هيدي اكبر مشاركه، ولو ما معك انك توقف حده او تسنده او تعطيه بس بكفي انك تعيش هذا الشعور، بيكفي انك تعيش معه هذا الشعور حتى تقول له مثل ما قال بولس الرسول لن اكف ولم اكف ان انصحكم
بالدموع، لأني عم بشعر شو عم بتعيش. أما ثالث مستوى واللي هو بيكون انتقلنا فيه من مستوى حب الطبيعي إلى مستوى حب فائق الطبيعة، من مستوى حب عادي إلى مستوى حب غير عادي أو مش عادي، هو تماما حب الله أي البذل. فإذا لليل قلنا أنا حتى غير الجميع بدي عيش مسؤوليتي، تاني شيء بدي عيش نظامي، تالت شيء بدي اتحاور مع الأشخاص، رابع شيء واللي هو أساسا بدي حبهم، وبحبهم على صعيد الكلام هاي أول درجة، بحبهم على صعيد المشاركة تالت درجة. أما الحب الأسمى هو إني أقبل سير مثل الله، ما من حب أعظم من أن يبذل الإنسان نفسه فداء عن من يحب. وهيدا يلي بيسمين لي يسوع المسيح بذل الذات. من سخرك ميلا شو روح معه ميلين، اللي بيطلب ثوبك خليه يديه، اللي بيضربك على خدك الأيمن حول له الأيسر. نعم أحبائي، هذا هو حب الله، الحب الشامل لكل الناس، ما فيه انتقائي. أنا بحبك لأنك من نفس الحزب، وبحبك لأنك من نفس التيار السياسي، ومن نفس الفكر، ومن نفس ما بعرف شو، بحبك لأنك من نفس العيلة، من قتل بعضنا على ما بعرف يمكن انتخابات، يمكن ما بعرف شو. لا، حب الله هو حب شامل للجميع. الله يشرق شمسه على الأخيار والأشرار والأشرار، يعطي الصالحات لكل الأشخاص بالتساوي. يا أحبائي، تعالوا ليلي نقول للرب نحن بدنا نعيش الحب، وبدنا نكون على المستوى يلي أنت علمتنا إنه نحبه. يمكن نحن ضعاف، ما عندنا غير إيدين فارغتين منقدم لك إياهم، وما عندنا إلا قلب مضطرب، ولكن إذا تعلم يحب على مثالك كل شيء بيصير عنده ممكن، وبيقدر يتغير، بيصير يحاول الناس، بيصير يلاقيهم، بيصير حاسس بالمسؤولية الكبيرة الملقاة عليه، وهيك بيقرب عليك أكثر، بيصلي أكثر، بيتحاور معك أكثر، بتكون أنت مدعاة إلى تغيير. أخوتي أخواتي، تسمحوا لي أترك معكم زوجاتي هالآية للقديس أغسطينوس: لقد خلقتنا وقلبنا لك يا الله، لقد خلقتنا وقلبنا لك يا الله، وسيبقى مضطربا ولن يستريح إلا فيك. صلاتي لكاهن البعيد، لكل الأشخاص اللي عندين فيها واللي عم يتعبوا من أجل استمرار التبشير بكلمة الله، من أجل كل أبناء الحاضرين والغايبين الأصحاء والمرضى، إنه قلوبهم تضطرب بحب الله تعالى، ولو بقيت قلقة على الأرض المهم أن تستريح في آخر المطاف في يدي الله. وهكذا أنا وأنتم نكون مع الرب دائما. أمين. كل عام وانتم بخير.